بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بالجميع في دورة التسويق الذاتي والتي تنظمها إدارة مركز التنمية المجتمعية التابعة لغرفة جدة. معنا اليوم الدكتورة نجاة حسين عقاب، والحاصلة على درجة البكالوريوس في آداب علم الاجتماع من جامعة الملك عبد العزيز، وماجستير في إدارة الأعمال، والدكتوراه في القيادة التحويلية مقارنة بأساليب القيادة المتعددة التخصصات في التعليم والتدريب من جامعة أورفين بأمريكا الأمريكية. طبعا المدربة الدكتورة نجاة هي حاليا رئيسة مجلس إدارة مركز حي النسيم، وعضوة في إدارة الجمعية الفيصلية النسائية، وعضوة مجلس في إدارة الاتحاد المدربين العرب وقناة المدرب العربي باتحاد المدربين العرب، ومؤسسة ورئيس فريق تنمية التدريب التطوعي. طبعا ما شاء الله السي في الدكتورة نجاة السي في حافل بالإنجازات، بس أنا حاولت أختصرها عشان المشاركين يعني نديهم وقتهم يستفيدوا من الدورة. دكتورة نجاة، أهلا بك مرة ثانية، وباسمي وباسم غرفة جدة نرحب بك، ويا ريت تتفضلي وتبدأي محاضرة ورشة العمل. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لك أستاذة دانية على التعريف، وشكرا للغرفة التجارية بجدة على إتاحة هذه الفرصة لي للقاء بكم والاستفادة منكم وطرح ما لدي في موضوع التسويق الذاتي. بداية، ودي أوجه هذا السؤال وأنتظر إجاباتكم عنه في الشات. خلونا ندخل موضوعنا بهذا السؤال: ماذا لو كنت أو كنت عميلاً لأحد المسوقين؟ أنت عميلة أو أنت عميل لأحد المسوقين لأي موضوع ما، ماذا تتوقع من هذا المسوق؟ أحتاج إجاباتكم عشان ندخل لموضوعنا، وأعتذر منكم أن دخلنا على طول لأنه إحنا أساساً ما عندنا وقت، فنبقى نستثمر الوقت كله فيما هو صالح هذا الموضوع. تفضلوا اكتبوا لي في الشات ما توقعاتك من أي مسوق، ما توقعاتك من أي مسوقة. القدرة على الإقناع أزهار، أحسنتي. أيضا أتوقع من هذا المسوق أن يقنعني بما لديه. نعم، أيضا الصوت مو واضح أستاذ فهد، الشرح الوافي ممتاز أستاذ أزهار، الشرح الوافي والمختصر لمميزات المنتج، أن يكون صادقاً وأميناً أستاذ محمد، صح، هذا توقعي. أيضاً اكتفي بخمسة إجابات، هذه الثلاث بقي لنا إجابتين. طيب أعيد السؤال، السؤال يقول: لو كنت عميلاً لدى أحد المسوقين، أو كنت عميلة عند واحد من المسوقين أو المسوقات، إيش تتوقع من هذا المسوق؟ ماذا تتوقعين منه؟ تفضل أستاذة فاطمة. ماذا أتوقع من المسوق؟ الأخوات والأخ قال أستاذ محمد قال يكون صادق وأمين، أستاذة أزهار قالت الشرح الوافي والمختصر ما ياخذ وقت كمان، وأيضا ذكرت قبل شوية إنه يكون مقنعني. يا سلام أستاذة رؤى، وحريص على إرضاء العميل وملتزم بالكلام اللي يقوله، جميل. إذن هذه هي توقعاتي. You tell about this product. أحسنت يا أستاذة.
يعني يقول لي معلوماته عن المنتج اللي هو بيسوق له. طيب خلونا أيضا نبدأ بهذا الكلام الجميل لمين؟ لإسحاق نيوتن. ماذا يقول إسحاق نيوتن في واقعنا إحنا في علاقاتنا مع الآخر؟ يقول أن أدعو له بعد شراء المنتج. أحسنت، نعم، لا ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إسحاق نيوتن يقول إننا نبني العديد من الجدران والقليل من الجسور. هذا هو البعض، هذا مبدأهم في علاقاتهم مع الآخرين، أيا كان نوع هذه العلاقة، أيا كان نوع هذه العلاقة، علاقة شرائية، علاقة بزنس، علاقة أي علاقة إنسانية، نبني جدران بيننا وبين الآخر وقليل جدا من الجسور. المفترض إن العكس، أبني الكثير أو العديد من الجسور لأصل للآخر وقليل جدا من الجدران على أساس الخصوصية وما إلى ذلك. إذن هذا أول درس نأخذه في التسويق، سواء أيا كان نوع التسويق، تسويق لذاتك لنفسك أو تسويق لأي منتج أو تسويق لأفكارك أو إلى أي شيء آخر. إذن علينا أن نبني العديد من الجسور والقليل من الجدران. أيضا بيتر داركر قال، وانتم عارفين البعض يعرف من هو بيتر داركر. بيتر داركر هو عالم من علماء أو مفكر أو خبير في مجال الإدارة. يقول إن جودة الخدمة اللي بتقدمها أو المنتجات، تمام، ليست فيما تتضمن وليست في محتواها، نعم، ليست فيما تتضمنه من منتجات، بل ماذا فيما يحصل عليه العميل نتيجة لها. إذن العميل لا يريد فقط منتج، يريد أمورا أخرى سنتعرف عليها في برنامجنا. When finish this class. ما فهمتك يا أستاذة كنان. طيب أهداف برنامجنا اليوم، بأمر الله برنامجنا الهدف منه إكساب المتدربين والمتدربات ماذا؟ معارف، مهارات، سلوكيات، تدريبهم أيضا على مهارات جديدة سوف نتعرف عليها لممارسة العمل التسويقي الذاتي تحديدا وفق منهجيات علمية وعملية حديثة. أيضا محاورنا ستكون، سنتحدث عن ماذا؟ سنتحدث عن مفهوم التسويق والتسويق الذاتي، سنتحدث عن أنماط العملاء اللي نتعرض لهم واللي ممكن نتعرف عليهم وكيف نستقطبهم. أيضا سنتعرف على الخطة التسويقية وكيفية إعدادها. خلال هؤلاء هذه المحاور، هناك محاور أخرى فرعية سنتعرف عليها. خلونا نتحدث عن نقطة التميز التي نسعى إليها أو يسعى إليها كل فرد فينا أيا كانت طبيعة العمل الذي يمارسه. لا يوجد شخص في العالم كله يمكنه تقديم كل شيء. إحنا الآن في زمن التخصص والتخصص الدقيق أيضا، إذا ما حقدر أقدم كل شيء ولا لكل الناس. إذا أنا لي تخصصية، لي موضوع محدد، لي شيء دقيق أمتلكه، وأسعى إلى فئة محددة من الناس أعرضه عليها. ليه؟ حتى لا تكون جهودي كلها مبعثرة، وحتى أستطيع التركيز، وبالتالي علي أن يسعى إلى تقديم ماذا؟ قيمة مضافة. الآن نجي نسأل الإنسان، ما هي قيمتك المضافة لك وللآخرين؟ أن يكون يسعى إلى تقديم قيمة متميزة أو فريدة بحيث يمكنه الانفراد
يصير هو إيش؟ نعم إن شاء الله، حتى متميزة وفريدة، بحيث إننا نكون متميزين بنقطة واحدة على الأقل في سوق محدد يتم اختيار فيه العملاء بعناية. جلستنا الأولى عن التسويق، طبعاً أنتم عارفين أن التسويق هذا عبارة عن نشاط يتضمن معرفة ما يريده المستهلك، وهناك فروق. التسويق الحديث يقول هناك فرق بين العميل والمستهلك والزبون، لكن المسمى الحديث والشامل والعام اللي هو العميل. جلستنا الأولى حتكون عن ماذا نعرف عن السوق، التسويق والتسويق الذاتي. السوق، ما هو السوق؟ أحد يعرف يقول لي ما هو السوق؟ ما هو السوق في وجهة نظرك؟ لما أقول السوق، وين رايحة؟ رايحة السوق. السوق هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات صنفين من البشر، بائعي، يا سلام عليك يا أزهار، مكان لعرض المنتجات. هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات صنفين، بائعين الماركت، نعم، والمشترين. بماذا يتبادلوا السلع؟ زمان في مفهوم السوق زمان كان يقال المقايضة، ما في عملات أيام العصر القديم، ما كان عندهم النقود، لم تبدأ مفهوم النقود، ولم يستطيعون أيضا صناعة النقود في الفترة دي، كان شيء ما يسمى بالمقايضة، أعطيك تمر تعطيني قماش، وطبعا التمر يكون منتج في هذه القرية أو في هذه البلد. والسوق أيضا يعرف بالعملية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار في هذا السوق والكميات المتبادلة من السلع والخدمات. طيب التسويق، ما هو التسويق؟ لاحظي معي، التسويق محاولة جادة، إذن ليس فوضى ولا عشوائية ولا ارتجالية، إنما شيء جاد مخطط له، أو عدة محاولات جادة مخططة متنوعة، ما هي عملية واحدة جاذبة تجمع لي أكبر عدد من العملاء، تسعى إلى ماذا؟ إيصال منتج أو خدمة محددة. إلى مين؟ طيب أوكي جميل، نوصل المنتج والخدمة لمين؟ لعميل واحد أو أكثر حسب الطبيعة، التصنيف اللي أنت تحتاجيه من أي نوع من العملاء، أو جهة، إذا ليس أفراد، ممكن كيانات، شركات إلى آخره، تهتم أو تبحث كاستمر، نعم، عن خدمة أو ذلك المنتج، مع مراعاة جانب التوقيت المناسب والتكلفة المناسبة. إذا ليحدد طبيعة العلاقة بينه وبين العميل أمور مهمة، العلاقة، الخدمة أو المنتج، التوقيت والتكلفة. طيب هذا التسويق. طيب تسويق الذات، ما هو تسويق الذات؟ يقصد به معرفة ماذا؟ مهارات، مواهب، قدرات، هذه الثلاثة الأمور التي يمتلكها الإنسان أو الشخص، ليس هذا فقط. إذا ليس التسويق الذاتي أن يكون لديك مهارات وقدرات ومواهب، لا، إنما أيضا كيف تطورينها. إذا لم نكن نحسن التحسين، الكايز زي ما بيقولوا، اللي هي النظرية اليابانية، إذا لم نكن نحسن هذا التطوير والتحسين لما نملكه من مهارات ومواهب وقدرات، حسب الوضع الحديث، حسب ما يريد السوق وما يريد العملاء. طيب هذه رقم اثنين، إذا أمتلك مهارات وقدرات. اثنين، أستطيع تطويرها، لا أقف عند حد معين. ثلاثة، أستطيع عرضها لمن يهمه الأمر، مسؤولين، عملاء آخرين، الذين تحديدا مين بيدهم القرار. ليه؟ لأن هذول اللي حيستقبلوني واللي حيساعدوني على تسويق نفسي وتسويق ما لدي من أفكار، مهارات،
وقدرات. عليه يقوم هذا الشخص المالك للمهارات والمواهب بتوسيع دائرة معارفه. من معارفه؟ أهله، أصدقائه، جيرانه، وكل من حوله، وكل من هو موجود في السوشيال ميديا وغيره. لماذا؟ لزيادة فرص الحصول على الوظيفة اللي بيسوق فيها نفسه. أنا مدرب، بسوق سيرتي الذاتية، بسوق حساباتي في السوشيال ميديا، بسوق نفسي لدى الآخرين. إذن لماذا؟ حتى أستطيع أني أجمع عدد أكبر من سفراء يكونوا لي من متدربين ليكونوا لي سفراء في المستقبل. سؤال: هل التسويق قاصر على المنتجات؟ Yes or no، نعم أو لا. هل التسويق قاصر على المنتجات؟ أعطوني نعم أو لا. لا، يا سلام روز، يا سلام بسمة، نو. أحسنتي، أحسنتم، نو، نعم أو لا. إذن ما هو بس قاصر على المنتجات، هذا زمان، زمان ما كانوا، مع العلم أنه كان في المفهوم ولكن لم يصلوا إليه بهذا المفهوم الحديث، العلم الحديث. زمان كانوا الشعراء يلقون الشعر في سوق عكاظ، في مش عارفه، وكانوا يعلقون المعلقات وكانوا إلى آخره، يسوقوا نفسهم وكانوا معروفين. لكن هل كانوا يعرفوا أنه هو يسوق، أنه هذا تسويق ذاتي؟ يمكن ما وصل، لكن هم عايشين هذا المصطلح. نعم أستاذة شيخة العنزي بتقول التسويق أنواع متعددة، شخصي، حكومي، تجاري، وذاتي وإلى آخره. طيب إذا قلنا هناك تسويق لغير المنتجات، ما هي الأشياء اللي غير المنتجات نستطيع نسوقها؟ أحد يعرف؟ ممكن يعطيني؟ ماذا نستطيع أن نسوق غير منتجات، غير اللبن والحليب والقماش والملابس والإعلام؟ أحسنت أستاذ فهد. شخصي أنا نجات أسوق لنفسي خدمات، نعم، ما بعد البيع، معارض، مؤتمرات، حتى الأفكار نقدر نسوقها. كل شيء في هذه الحياة تسويق الشخص. شكرا أستاذ فهد. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى تسويق. حتى أنا بنتي بدي أزوجها لازم أسوق لها، أمدحها، الناس يشوفوها، أخليها دائما لابسة أحسن لبس. حتى الدول، أحسنت أستاذ أحمد، حتى الدول الآن الكل يهتف باسم الصين رغم اللي سوته فينا، لكن تقدمها الاقتصادي، خلينا نقول ليه لا. الهند تقدمها في ماذا؟ في التقنية، في الإلكترونيات، لماذا لا؟ إذن كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى تسويق، سواء كان شخص، فكرة، سلعة، خدمة، سواء كان هذا مؤسسة تدريبية تسوق لنفسها، يا ما شفنا شركات خاصة فقط بالاستشارات تسوق كلام، يا ما شفنا شركات تسوق إعلام، يا ما وإلى آخره، سواء مؤسسة تدريبية، تعليمية، خدمية، زي الاتصالات، زي شركة الكهرباء، شركة المياه، دي كلها تسوق خدمات، أو اجتماعية، الجمعيات وغيرها وغيرها، أو هذه الكيانات، أو حتى أفراد، نعم، مدارس متميزة. هل البيع هو التسويق؟ لا طبعاً، البيع ليس التسويق، إنما البيع جزءاً من التسويق، أحد عمليات التسويق. إذن التسويق يشتمل مجموعة من الأنشطة أو العمليات أو الإجراءات قبل البيع وبعده. التسويق هو العملية الشمولية التي أحد أطرافها عملية البيع. أما البيع فهو تصريف المنتجات، الأفكار للمستهلك أو للعميل، والتركيز على نشاط مبادلة السلع بالنقود، مبادلة الخدمات بالنقود. تعالوا
نشوف الفرق بين البيع والتسويق. الفرق التسويق عشان لو في أحد يهتم بالبيع يقول له جميل أنك تهتم بعملية البيع، لكن الأجمل أن تهتم بالتسويق. فالتسويق يركز على ماذا يريد هذا العميل عشان أنا أشتغل عليه. إذن في التسويق المهم العميل، في البيع المنتج، حتى يهتم جدا في عملية البيع بالمنتج حتى لو كان لا يرضي العميل، اهتمام المنتج. في التسويق الشركة تقوم بتحديد رغبات العملاء أولا قبل أن تفكر ماذا تنتج، ثم تفكر في طريقة التصنيع وتسليم المنتج لأرضاء هذه الرغبات. إذن أنا عندي أسوق لنفسي، إذن أشوف ما هو موقف هذا العميل أو ما هي توقعات هذا العميل مما أملكه في نفسي في من مهارات وقدرات. في البيع تقوم الشركة بعمل المنتج أول ثم تفكر في طريقة بيعه. في التسويق التوجه بالأرباح، يعني كيف أنا أربح من خلال العدد الكبير من العملاء. نعم، التوجه بحجم المبيعات في البيع، كم بعنا؟ ممكن أن أكون بعت 10 قطع لكن على مين؟ على أخوي عشان يرضيني. إذا ما أنا أرضيت العميل بقدر ما كان همي حجم المبيعات. في التسويق التوجه بتخطيط طويل المدى، وأنتم عارفين التخطيط الاستراتيجي الطويل المدى والأهداف الاستراتيجية المرتبطة به بناء على رؤية حالمة. أنا أعمل تخطيط للتسويق، أنا كيف حسوق أصلا. أما البيع يبيع، خلص المنتج وصنعه بشكل جميل، في فترة كم أنا أبيعه؟ في فترة كذا. في التسويق يؤكد على رغبات المشترين اللي هم العملاء، أما في البيع يؤكد على احتياجات البائع، ماذا يريد البائع، أما في التسويق ماذا يريد العميل. إذا كان البيع، لاحظوا معي، هو الاتصال الذي يتم عملية البيع بين بائع واحد وعميل واحد، تمام؟ إذا التسويق هو الاتصال الذي يتم بين شركة أو فرد وجميع العملاء. إذن أيهما أفضل وله الشمولية والامتداد والاستمرارية والاستدامة؟ التسويق. معليش اسمحوا لي أنا يمكن أسرع شوية عشان كمية المادة حابة نعطيكم أكثر والوقت بسيط. جلستنا الثانية، من هو العميل وما هي مواصفاته؟ شوفوا الصورة دي، صورة ماذا تمثل؟ هذه مجموعة فيسات وجوه، ماذا تمثل بالنسبة لك؟ أول ما الصورة الذهنية اللي تكونت عندك اختلاف مشاعر، أحسنت غيره، مجموعة مشاعر، أحسنت أزهار. إيش بتدلك على ردود أفعال؟ يا سلام، شخصيات العملاء، برافو أستاذ أحمد، أنماط العملاء، أستاذة أميرة، برافو. إذن هل أنت تتعامل مع نمط واحد من العملاء أم هناك مجموعة كبيرة من العملاء ذوي أنماط شخصية مختلفة، ذوي أفكار مختلفة، ذوي ثقافات مختلفة، من مستويات اجتماعية مختلفة، ما لم يكن أنت مستهدف فئة من العملاء بشكل صحيح. ليه في الآخر بنقول ده الكلام؟ لأن إحنا بنتعامل مع بشر وليس مع آلات. أنا بتعامل مع بشر، فهناك الحزين وهناك المبتسم وهناك الغاضب وهناك يتأثر من الموقف وهناك الذي لديه من الأعباء اللي ما بيشوف أي شيء جميل. إذن أكون مستعداً للتعامل مع جميع الأنماط. من هو العميل؟ من هو العميل؟ واحد، العميل أهم زائر لنا، هذا العميل اللي أنا أنتظر بفارغ الصبر أن يزورني وفي محياه ابتسامة جميلة، هذا اللي أنا أبغى يجيني وتلاقيني أول ما يدخل كل اهتمام فيه.
إذن هذا هو العميل. اثنين، العميل لا يعتمد علينا بل نحن المعتمدون عليه. كل ما كثر عندي عدد العملاء كل ما أصبحت مشهورا ولدي الربح واستطعت تحقيق أهدافي من البيع أو التسويق. هل أستاذ عبد الله عبد العزيز بيقول هل الاهتمام الزائد بالعميل ممكن ينقلب ضدي؟ الاهتمام الزائد يعني احنا تعلمنا من زمان كل ما زاد عن حده انقلب ضده، لكن الاهتمام الزائد اني انا اكسبه ما عندي مانع اهتم بزياده، لكن الاهتمام الزائد اللي يجعلني يعني افقد انسانيتي او افقد الكراء لا طبعا. اذا الاهتمام بالعميل للحصول عليه، لاستدامه هذا العميل، لعدم خسارته، وليس لعقد علاقه معه دائمه، أو إنه يعني لازم تربطني بعلاقة أخوية أو علاقة من نوع خاص. إذن العميل نحن نعتمد عليه، إحنا اللي نبغاه. ثلاثة، العميل ليس معطلاً لأعمالنا بل هو مسببها. كل ما كان عندي عمل كثير كل ما كان عندي عملاء كثير. كل ما كنت عاطلاً عن العمل معناه أن أنا ما عندي لا معاملات ولا عملاء ولا شيء. لكل عميل، نعم لكل عميل بروتوكول خاص، أحسنت أستاذ فهد، لكل عميل تعامل خاص. ليه؟ زي ما قلت لأنه أنماط بشرية، كل واحد له آلية أو نمط معين من التعامل، أو زي ما تفضلت أنت بروتوكولات معينة. أربعة، نحن لا نعمل جميلا عندما نخدم العميل. إحنا أنا ما بقدم جميل للعميل عفوا، بل هو الذي يصنع الجميل بإعطائنا فرصة لخدمته. إذن من الذي يحتاج الآخر؟ أنا أحتاج العميل طبعا، ولا أنا ما كان جيت وسوقت لنفسي أو سوقت لأي شيء آخر أو ما عملته في التسويق. والعميل إذا لم يكن محتاجا لي فلن أؤدي عملي. إذن العميل يحتاجني لأنه يريد ما لدي، وأنا أريد هذا العميل. لماذا؟ لأني أحتاج أن يأخذ ما لدي. إذن هي مصالح مشتركة، والأكثر مصلحة أنا المسوق أن يكون لدي عملاء. مع نهاية عام 2006 كان قبل كده صار كان اسمه فن التسويق، مع 2006 صار في شيء اسمه علامة تجارية، وصار عندنا بالنسبة للأشخاص براندنج نيم إلى عميل اجتماعي. إيش يعني عميل اجتماعي؟ مين يقول لي ماذا أقصد بعميل اجتماعي؟ ولماذا تحديداً من 2006 إلى الآن؟ إيش المفارقة اللي صارت ما قبل 2006 وما بعد 2006؟ أنتظر كتاباتكم. العولمة، يا سلام، عميل دائم يعني التواصل مع العميل. وين مجال التواصل اتسع؟ كيف ممكن يعني عميل حر؟ برضو كيف عميل اجتماعي؟ يعني عميل متواجد بصفة دائمة في السوشيال ميديا، في قنوات التواصل الاجتماعي. ممكن أنا ما أشوفه لكن هو يعرفني، أنا ما أعرفه لكن أقدر أوصل له. إذن من 2006 عندما بدأ هناك السوشيال ميديا، والآن في تطور وتطبيقات كبيرة، تويتر وفيسبوك وغيره وغيره وغيره، صار عندي عملاء اجتماعيين. أجدهم أين؟ ما حيجوني ممكن، بس أنا حوصل لهم. لما نوصل لهم ممكن يتواصلوا معايا، وممكن حتى نتواصل عن بعد. خدمة العملاء في كل الشركات والمؤسسات، حتى بالنسبة على مستوى البيت، نلاقي في الأسرة الواحدة في الأخت الكبرى أو الأم أو الجدة أو حتى الأب، أو الكل يشترك فيها، إنه في أحد يهتم مين يزورنا وكيف لازم يزورونا وكيف يكون شكلنا قدامهم وإلى آخره. هو المتواصل، أحسنت أستاذ فهد. إذن خدمة العملاء هي هيئة مستقلة، وعلى فكرة هذه الهيئة
أو هذه الوحدة أو الإدارة في كل الشركات هي التي تجد الدعم والمراقبة والمتابعة والمساءلة والتجديد، وهي الفيصل الذي يعطي الصورة الذهنية أو الحقيقية الواقعية للعملاء. لذلك نقول دائما الصف الأمامي، خدمة العملاء هم الصف الأمامي. ما الذي يريده العميل؟ في رأيكم ما الذي يريده العميل؟ ماذا يريد مني العميل؟ تعالوا ندردش مع بعض ثم نستعرض الشريحة. ماذا يريد مني العميل؟ جودة المنتج. أحسنت أستاذة شيخة، أيضا الخدمة، جودة الخدمة، أمان أزهار، الخدمة المتكاملة. وأيضا أنت تخيلي نفسك لو دخلتي شركة، دخلتي المول ودخلتي محل، الأسلوب طبعا أمان، والشرح والأسلوب اللبق، الأمانة. طيب تعالوا نشوف مع بعض ماذا يريد العميل. أول شيء يريد مني الاستجابة، ردة الفعل لدى المسوق أول ما يشوفني أنا كعميل، المعلومات الكاملة، أحسنتم، وخدمات ما بعد البيع، مو بس أنا أبيع وانتهت علاقتي بالعميل، لا طبعا هناك خدمات أخرى. إذن أول شيء يريد الاستجابة، ابتسامة أول ما شافني، تحية أول ما شافني، سؤال عني أول ما، ردة الفعل التي تكون على المسوق تجاه هذا العميل. أيضا الكفاءة والتقدير، الكفاءة يعني هذا المسوق هل يمتلك الكفاءة؟ طبعا الكفاءة غير الكفاية، الكفاية اللي هي المهام والقدرات والمهارات وإلى آخره والجدارات والخبرات وغيرها، أما الكفاءة فهو التميز في تقديم الخدمة. هل هو هذا المسوق أو المسوقة سواء لنفسه أو لمنتج، هل يمتلك الكفاءة في الأداء؟ يعني هل هو متميز؟ هل هو يقدر العميل؟ الفهم والعناية، أبغاك تفهمني حتى لو أنا غاضب تستوعبني، حتى لو أنا ما أنا فاهم، حتى لو أنا ثقافتي محدودة، حتى لو أنا ما أعرف لغة إنجليزية وتجي أنت تكلمني باللغة الإنجليزية. إذن الفهم والعناية بالعميل، الدقة والثبات، أن تكون دقيقا في تقديم معلوماتك عن المنتج، وأن تكون هذه المعلومات لها صفة الثبات، مو يجي واحد تاني وتروح تغير الكلام وهذا التاني يقول لي أنا رحت وجيت وأكتشف أن أنت لكل واحد بتضحك علينا، كل واحد بتقول له كلام. لا، الدقة والثبات في طرح المعلومات، في طرح المنتج، مو أنا أضحك عليك وأنمق الكلام وأقول كلام غير صحيح، لا، لأن أصبح العملاء على مستوى كبير من الذكاء ومن الثقافة، مستحيل يمرر عليه أي كلام هذا العميل. أيضا العميل يحتاج مني المظهر الجيد، ما أحلاني وأنا أسوق وأنا لبسي مبهدل. روحوا شوفوا في البنوك اللي بيستقطبوا العملاء من جد، شوفوا أماكنهم، مظهرهم، طريقة كلامهم، شوفوا في أي مكان يكون يستقطب العملاء بجدية وبعملية استحواذ صحيحة. المظهر أيضا يحتاج العملاء إلى التميز في المقام الأول، بحيث إنه كل عميل يدخل عندي يحس إني أنا أميزه هو من غيره، يقول والله أنا كل ما دخلت هذا المحل هذا الشاب ما شاء الله كأنه يعرفني ويستقبلني كأني ما عنده أحد غيري. يدخل الثاني العميل الآخر نفس الكلام، يشعرنا كلنا أننا مميزون لديه، يعني فعل الشيء الصحيح في الوقت المناسب حسب ما حدد بواسطة، حسب ما أعرف ماذا يريد هذا العميل. في عميل مثلا ما يهمه الكلام، عميل صامت ولا يحب أنه يسمع ولا يحب أنه يتكلم كثير، يبغى يشوف، إذن أجيب له أفخم شيء وبطريقة عرض جميلة. أنا أفهم هذا العميل ماذا يريد، أفهم احتياجات العملاء.
يجب معرفة ماذا يحتاج، ماذا يريد، ماذا يتوقع. الاحتياج يختلف، ماذا يريده يختلف، والتوقعات تختلف. الاحتياج اللي هي جاية من كلمة احتياجات، يعني هذا شيء نابع من نفسه، يحتاج الطعام، يحتاج الهواء، يحتاج الكلمة الحلوة، يعني ما جبل عليه الإنسان، احتياجات فطرية أو احتياجات خلينا نسميها فسيولوجية. أما ماذا يريد، ممكن اليوم يريد هذا الشيء لكن غدا تغيرت ما يريده، تغير العميل. ممكن اليوم يبغى أني أنا أديله أنماط وأنواع جيدة وجميلة من الكمامات، ممكن بعد 3 سنوات ما يحتاجوها. ليه؟ لأن انتهت أنه هم يحتاجوها. يتوقع هو جاي ماذا في ذهنه، ما هي تصوراته، هل السقف عنده عالي من التوقعات، ماذا يريد منه، أما توقعاته محدودة بحكم ثقافته، وضعه الاجتماعي أو الثقافي أو المهني وإلى آخره. يجب، وهذه نقطة جدا 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 مهمة، يجب أن لا تبني نشاطاتك، يعني عملك أو إجراءاتك أو البروتوكولات اللي أنت بتصممها وبتتعامل فيها مع العملاء، لا تبنيها على افتراضات. أنا أفترض أنه كده، أنا المسوق أقول أفترض أنه هذا العميل يبغى كده، لا، تفترض على أي أساس؟ على رأيك أنت الشخصي؟ لا، ولكن يجب أن تبني نشاطاتك والبروتوكولات التي تستخدمها والطرق والأساليب على ما هو كل ما تحتاج سؤال. يجب على أن تكون على سؤال، استطلع رأي العميل عما يحتاج ويرغب ويتوقع. الآن شوفوا الجمال في عملية التسويق، يجيك يقول لك تليفون أو استبيان، استطلاع رأي، أو يعملوا مقابلات أو لقاءات إعلامية. ما رأيك في هذا المنتج؟ إذن أنا لما بنيت نشاطاتي أو إجراءاتي ما بنيتها من تصوري أنا الشخصي، لا، بنيتها بناء على أساليب عشان أقول ماذا يحتاج هذا العميل، ما هي احتياجاته. ممكن أقابل شريحة كبيرة، ممكن أروح للسوق اللي أنا أريد أن أسوق فيه، وحين يتعلم أشياء كثيرة في هذا المجال. أنماط العملاء، فئة أولى، فئة ثانية، وفئة ثالثة. 3 أنماط من العملاء بشكل عام. أنا ما بتكلم عن الأنماط البشرية، أنا أتكلم عن أنماط العملاء من اهتماماتهم الشرائية اللي بده يشتري. أول فئة أهم شيء عندها الجودة. تجي تقول له والله هذا من تايوان، يقول لا يا أخي ما في جودة، عشان كده سعره رخيص، أنا أبحث عن الجودة. تقول له تعال شوف هذا الألماني، المنتج ده ألماني، أو العلاج ده، الدواء من ألمانيا، إذن أنا أثق في أدوية ألمانيا. ليه؟ لأنه عندهم جودة وعندهم تمكن وعندهم إلى آخره. إذن الفئة الأولى يهمها الجودة والأداء المتميز في المنتج والخدمات. الفئة الثانية أهم قيمة عندها نوع الخدمة الشخصية، العلاقة، كيف أنت تستقبلني، وكيف أنت تديني هدية بسيطة، وخذ هذا وشوف هذا، وانت ما شاء الله عليك دائما ننتظرك، وانت رائع، وانت يبني زي ما قلنا في البداية جسرا من العلاقة الجيدة مع هذا العميل. اذا هناك نوع اخر يهم العلاقة، كيف تستقبلني، على قدر كبير من الرعاية والاهتمام بالعملاء وحل مشاكلهم. جاء واحد عنده مشكلة، احل له اياها، ونعم معليش احنا متأسفين، ابشر حنحل مشكلتك وإلى آخره. النوع الثالث تكلفة المنتج. في ناس يقول لك عادي عندي غالي لكنه ذو جودة، إذن التكلفة ما تعني له شيء، الجودة. في إنسان تاني يهمه أن يكون السعر رخيص لأنه ما عنده، يعني إنسان بسيط اقتصاديا. إذن هذه الثلاثة الأمور أو أنماط العملاء في حالة الشراء. طيب ما أجمل أني أنا تكون المنتجات اللي عندي أو حتى الأفكار اللي أنا بسوق لها بنفسي، اللي هي نفسي أنا، مهاراتي وقدراتي، ممكن تكون ذات جودة، وأنا أتعامل بعلاقة رائعة،
التكلفة متوسطة. إذا أنا جمعت الثلاثة وبذلك أستطيع أن أحصل على شريحة كبيرة من العملاء. الدكتور عبيد سعد العبدلي، شوف إيش بيقول: ودوني مدى صحة كلام، كيف أعرف نمطهم؟ وإحنا قلنا أنت ما حتبني، أنت ما حتبني أنشطتك على افتراضاتك، أنت تبنيها على أسس علمية، على مقاييس علمية اللي هي استبيانات، استطلاعات رأي، لقاءات، تنزل للسوق، تعمل حملات تعريفية، تتعرف على الناس، وبعدين تقول أنا كيف أحقق هذا منتجي. يعني حتعب شوية في عملية تسويق، عملية التعريف الآخرين باللي أنا أعمله واللي أنا أبيعه. الدكتور عبيد إيش كان يقول لطلابه؟ يقول هو شخصيا: قبل سنوات كنت أقول لطلابي في مادة خدمة العملاء أن العميل الغاضب قد يخبر حوالي 20 شخص. بعد 2006 اليوم أقول لهم العميل الغاضب سيخبر العالم كله. من فين؟ من فين يخبر العالم كله؟ إيش اللي بين يده عشان يقدر؟ تويتر واحد جاب العيد، صح؟ هذا تويتر. فعلاً من خلال منصات التواصل، بس واحد. يعني أنا أديكم قصة، وأحياناً ترى هذا يكون في جزء من الألم. في شركة، أو خليني أقول لكم مركز من المراكز اللي بيقدم خدمات ترفيهية للطلاب والأمهات وإلى آخره، عنده دور الأرضي أجره عشان يستطيع إنه ينفق على المركز، أجره لجهة أخرى. العملاء لما كانوا بيدخلوا للمبنى ككل ويبغوا يسجلوا في هذا المركز، هم ما أخذين اسم المركز الفرع اللي هم بيتعاملوا معاه الدور الأرضي، بياخذوا اسم الكيان ككل. حصل سوء فهم بين مديرة المركز اللي تحت أو اللي بيقدم الخدمة الخاصة كحضانة مثلا، صار في اشتباك أو سوء علاقة بين إحدى الأمهات ومالكة المركز مو الأساسي. ماذا فعلت الأم؟ راحت للسوشيال ميديا وكتبت المركز الفلاني باسم المركز الرئيس اللي هو بريء من هذا الأمر، إنه هذا المركز فيه وفيه وفيه وفيه، لا تؤدوا أطفالكم له. إيش النتيجة العكسية اللي حصلت؟ مين الذي تبرر؟ المركز الرئيس والمركز الفردي، ولم تتحر الأم. إيش اللي عملوا؟ راحوا نادوا الأم وأكرموها وشرحوا لها الوضع، وانت ظلمتينا وانت ده، صحح الموقف. صححت الموقف، ولكن بعد ماذا؟ بعد خراب مالطة زوجها. فهذه هي السوشيال ميديا. لذلك نحن لابد أن نكون حريصين جدا ونحن نتعامل ونعتني بعملائنا. لماذا نعتني بالعملاء؟ ليش؟ نعم خلاص المركز قفل بعد كده أصلا، لأنه في السوشيال ميديا إحنا ما نصدق جنازة ونشبع فيها لطم أي موضوع بين مؤيد، لكن للأسف المعارضين والمطبلين كثير. لماذا العناية بالعملاء؟ ليه أنا يهمني أعتني بالعميل؟ طب ما أنا يهمني البيع، أنا أبيع منتجي وأفكاري واستشاراتي، ده ما علي في العمل. لا، لازم تهتم بالعملاء للأسباب التالية: واحد، لم يعد شيئا ثانويا العناية بالعملاء، وزي ما قلنا هناك شركات بتهتم بهذا الأمر، إنما من القواعد الأساسية لنجاح الفرد والمنشأة. لأن تكاليف أعتني بالعملاء، لأن تكاليف جلب عميل جديد تصل إلى من خمسة إلى ستة أضعاف الاحتفاظ بالعميل القديم. يعني أنا حكلف نفسي جهد ومال وأفراد وإلى آخره عشان أجيب عمل جدد، لا، أنا أحتفظ بالعملاء القدامى اللي عندي وحافظ عليهم واحتضنهم وخليهم مستمرين، وكمان في نفس الوقت العميل القديم بيجيب لي عملاء معاه لأنه يثق فيا.
الجديد بين إيه وبين لا. ثلاثة، أعتني بالعملاء، لأن الشركات تستطيع أن تزيد أرباحها من 25% إلى 100%. تصوروا، من 25% إلى 100% من خلال تغيير سياستها نحو العناية بالعملاء، أي تخفيض عدد العملاء الذين مين يتركونها، يعني ما أسمح لعملاء بالتسرب ولا أسمح لهم إنهم يتركوني. طب هم حيتمسكوا بي متى؟ إذا وثقوا بي، إذا أحسنت استقبالهم، إذا أحسنت تلبية رغباتهم واحتياجاتهم، وهكذا. أيضا أعتني بالعملاء لأن من أشد المنافسين قوة المنافسين الذين يقومون بعمل عفوا بحملات إعلانية أو دعائية ضد منتجاتك، 50% منهم دول المنافسين اللي يتعاملوا ضدك هم أساسا كانوا عندك عملاء سابقين. فكروا فيها، تكون مصداقية عملائك السابقين، وبرضو تأكد من النقطة دي، 90%، لأنهم يتكلمون عن سابق تجربة وخبرة محايدة. يعني أنا عملائي دول لو أنا علاقتي بيهم سيئة وما بهتم بيهم، حيروح يقولوا لكل الدنيا، إذا أنا فقدتهم وفقدت الآخرين كمان. عملائك هم الأساس الذي تقوم عليه نجاح حفلتك. حفلتك يعني قضيتك، يعني الشركة، يعني الأعمال اللي أنت بتشتغل فيها، هذول هم عملائك، هم اللي بينجحوك. القاعدة تقول إن اتساع شبكة العملاء، الآن صارت شبكة، صار يسموه تشبيك، مع صارت العلاقات، لا لا أنا أستحي، لا أنا لا لا أنا إيش وإيش لهم، لا ما عاد ينفع هذا الكلام، صار هناك شبكة عملاء، وزيادتهم يمثل ضمانا لاستمرارية أعمالك. إذا السر وين يا أخوات يا أخواني؟ السر في اهتمامي بالعملاء. طبعا أنا حاطة صوت عشان ننتبه له. هناك قاعدة تقول بأن، انتبهي ليها، ومعروفة دي القاعدة في لدى كل العملاء وكل من يعمل مع العملاء. والله ما أدري أستاذ محمد إذا كانت ال، أعتقد إنه في تسجيل، أنا شايفة في تسجيل، لكن ما أعرف إذا بيزودوكم فيه أو لا. شكرا لك، شكرا لك أستاذ محمد. إذا هذه القاعدة المعروفة إيش بتقول؟ أول 10 عملاء اللي قبلها ابشري، هذه خلاص يا أستاذ أمل، نأخذ اللي بعدها. إذا بتقول القاعدة العامة 10 عملاء يستقبلون الرسائل ها ويستفيدون منها بشكل جيد، ها إيش بيسووا دول العشرة؟ سيأتون لك بعشر عملاء آخرين، والعشر العملاء الآخرين بيجوك بعشر عملاء تانيين، والتانيين يجوا بتانيين. يا سلام، صار أنا عندي صفوف من العملاء، من 10 عملاء أنا اهتميت فيهم. هاي ردت علينا أستاذة دانيا جزاها الله خير، بتقول نعم يوجد تسجيل وحتنزل في اليوتيوب. شوفوا القاعدة دي كمان، الكاستمر سيرفيس والماركتينج يساوي ماركتينج. كلما نجحت في التسويق لذاتك باستخدام توصيات العملاء، ها يعني ايش معنى الكلام ده؟ يعني لما انا يجي عميل يقول لي معلش بدي اقول لك همسة، تفضل ترى المدخل حق محلكم مو كويس، عدلوه. اذا هذا ايه؟ توصية، هذا انطباع جاني. الآخر بيقول لي ترى الموظف، أفتكر أنا مرة رحت أنا وبنتي قريب، رحنا مطعم وجاء الجرسون اللي بيخدم علينا اللي بياخد الأوردر، إيش قال؟ كان بياخد الأوردر يكتب وبيتثاءب ومو لابس كمامة، يتثاءب مو مرة، مرتين ثلاثة أربعة. وللأسف يعني ذوقياً ومن الشريعة كمان إنك تحط يدك على فمك وأنت تتثاءب.
فكتبنا هذه الملاحظة، سألنا، كتبنا الملاحظة في ورقة صغيرة وحطيناها عند الكاشير، قلنا لو سمحت أعطيها المسؤول بدون ما أحدد الاسم ولا شيء، أنا ما بدي أقطع رزق ولا بدي. فهذا المسؤول أكيد حيعمم الكلام بدون ما يعرف هو مين. إذن هذه التوصيات اللي بتجيني من العملاء تأكد لابد إني أوفي بها، لذلك تتوسع شبكة العلاقات. تعالوا نشوف الأخطاء التي يقع فيها المسوقون. يخطئ المسوقون، وهذه هي أحياناً بنقع فيها خاصة إحنا كمدربين، بس إحنا مو المسوقون، أنا بنتعامل مع مسوق وإحنا ما إحنا فاهمين أمور التسويق ورغبات العملاء. يقول يخطئ المسوقون عندما يركزون على نشر الإعلانات، هم إنه 1000 نسخة. طيب 1000 نسخة مين يقراها؟ هل أنت وزعتها في المكان المناسب للفئة المناسبة؟ هل كان الإعلام مناسب؟ ماذا كان يحتوي؟ إذن يقول ينشر الإعلانات إيش؟ ذات الأهداف الترفيهية فقط. إذن أنا أنشر إعلان بس إيش فيه؟ هدف ترفيهي. إيش يعني هدف ترفيهي؟ يعني ألوان وصور، ممكن موشن جرافيك، ممكن مش عارفة. ويبعدون عن الأهداف التسويقية. يا أخي اقنعني، اقنعني إنه أنت اللي بتقدم لي من خلال الإعلان شيء يفيدني، مو يعني شوف إحنا كمان لما بنشوف الإعلان مكتوب بكلام كثير بننفر منه، مين عاد في قدرة إنه يقرأ؟ لكن لما تعمل الإعلان في حركة، في صوت بيقول لي ترى أنت لما بتوصلني أنت محتاج كده حتلاقيه عندي، أنت محتاج هذا بتلاقيه عندي. لكن لما أشوف إنه ألوان وحركات وورود وكلام كثير، لا، ليس هدف الإعلانات إضافة المزيد من الإبهار. إياك وإنت بتعمل إعلان يكون إنك أنت تبهر الناس بالألوان، صح مطلب، ما نقول لا، الإعلان الملون، الإعلان اللي فيه جمال، اللي فيه نعم، اللي فيه إبهار أحتاجه. إذن هي بيقول ليس إضافة، إضافة المزيد من الإبهار، أنا أبغاك تبهر لكن مو هو هدفي، وإنما إلى تحفيزهم على القيام بخطوات الشراء. كيف أستميت، كيف أستقطبه إنه هو يجيني عشان يشتري؟ خطوات الشراء الفعلي داخل الإعلان. إذن أول خطوة في طريقي إلى العميل الإعلان أو الحملة التعريفية أو اللي بتسوي. كيف نستقطب العملاء؟ كيف أنا أستقطب العملاء؟ سواء اللي عندي، القدماء الموجودين عندي، أو اللي بعد كده. العملاء في دورة أنا بقدمها اسمها خدمة التميز في خدمة العملاء، أنماط، أنماط، يعني في عميل قديم، عميل جديد، عميل محتمل، عميل هارب، عميل مش عارفة. لكل عميل من هؤلاء العملاء دور معين لي، والوقت طبعا ما يتسع إننا نقولها، بس كيف أنا أستقطب العملاء؟ بالطريقة التالية، العب على مشاعره. كلما أخذنا مشاعر من العملاء كلما استمروا معنا، وكلما تعاملنا معهم بما نفقد هذه المشاعر، يقولوا الطريق إلى القلب أسهل، نوصل بسرعة، والحديث من القلب للقلب نوصل إن شاء الله، إن شاء الله بأمر الله. إذن كيف نستقطب العملاء؟ في لائحة أساسية، صدقوني لو طبقتوها بحذافيرها وباختصار وما تأخذ منك لا جهد ولا تعب ولا شيء، هذه هي اللائحة. اللائحة الأساسية التي يتوجب علينا نقلها، ها، غير أني أنا حافظها وبيلاقوها في أسلوبي في تعاملي معهم، ما هي؟ 1، اخبر عملائك أنهم مهمون. فكر كيف تقول للعملاء عندك أنتم مهمين عشان تستقطبهم. لو شعر العميل أنه مهم هيجيك وما يبغى غيرك. 2،
أشعرهم أنهم محترمون لك كل التقدير. أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل، كيف نقدر نخدمك؟ ولاحظوا كثير هذه العينات موجودة في مجتمعنا لله الحمد. ثلاثة، أنهم موقع تقدير. تفضل، يعني حتى لما تجي ست كبيرة ولا رجل كبير على طول تفضل استريح، حتى اللي في الانتظار في لهم تقدير واحترام. أنا مرة زرت في جولات، أنا كنت مديرة مكتب تعليم شمال جدة، في جولات كان في يوم الطفل في مدرسة ابتدائية، فكانوا الأسبوع التمهيدي للأطفال، كان النظام بنقول لهم الأمهات ما يحضروا بعد ثاني يوم أو ثالث يوم، خلاص يكفي الأطفال فيه، بس برضو الطفل يبدأ يبكي. فمديرة مدرسة عملت خطوة جدا رائعة، قالت أنا لما أخسر الأمهات وروح بيتهم، الأم بتقعد قلبها قلقان على ابنها والابن برضو يبكي، كيف أنا أعوده قصرا إنه يقعد في الفصل بدون أمه؟ كيف أردم الفجوة دي؟ فراحت عملت زي قاعة، عملت فيها طاولة كبيرة حوالينها مجموعة كبيرة من الكراسي، وجابت ضيافة قهوة وبسكوت إلى آخر ضيافة، وكانت الأمهات بيودوا أطفالهم الفصول وتقول لهم اتفضلوا عندنا اليوم، أنتم معزومين عندنا. هي تطمئن إنه ولدها موجود، والابن مطمئن إنه أمه موجودة. استمروا على كده يومين، خلاص الابن عرف إن أمه فيه، بدأ يشعر بالأمان، والأم عجبها الضيافة وعجبها التقدير وعجبها الاحترام عجبها الخدمة. إذن أنا اهتميت، وأصبحت الفكرة يعني المدرسة دي ما تحتاج الأم المدرسة شيء إلا الأمهات أول المنفذين لها. رقم أربعة، أنهم مرحبين. وعشان تختصر وما تفضل يعني زي ما قلت يظهر في أسلوبك، في طريقة كلامك، في تعاملك، في منتجك، في كلامك، في أفكارك، في الآخرين، والأجمل لو أنت وضعت هذه اللوحة بشكل جميل وأنيق جدا، وضعتها في المدخل أو في المكان أو كل من يرى، أقول إخواننا العملاء، عملاؤنا الأفاضل، نحن نهتم بكم ونحن نحترمكم ونقدركم ونرحب بكم متى ما شئتم، بس خليها مكتوبة وما يقروها. شوف الجمال، تعالوا شوفوا الإحصائية دي، 80% من الشركات تعتقد، يعني ما موثق الكلام ده بس هي بتقول بتعتقد أنها تقدم خدمة عملاء فائقة الجودة. جميل، اثبتي لنا. قالت روح أسألوا الزبائن العملاء، راحوا سألوا العملاء، وجدوا من إفادات وإجابات العملاء أن 8% فقط، ويعتقدون أيضا أن هذه الشركة تقدم خدمات عملاء فائق. إذن هذه الشركة لم تعمل على استقطاب العملاء بشكل صحيح. من منا يمتلك مصباح علاء الدين؟ ومن منا لا يمتلك؟ هل أحد عنده مصباح علاء الدين؟ نعم أم لا؟ اكتبوا لي في الشات، هل تملكون مصباح علاء الدين السحري؟ لا، إلى الآن الكل بيقول لا، اللي بيقول لي نعم يقول لي فين؟ نعم. طيب نقول العبارة وبعدين نجاوب. كل الأفراد الجادين، يعني الجادين اللي يبغوا يشتغلوا، يبغوا يسوقوا صح لأنفسهم، يتمنون أمنية أن يحصلوا على مصباح علاء الدين السحري الذي يمكنهم من تخمين سلوك العميل والتنبؤ به. يأخذوا المصباح يدعكوه شوية، يخرج العفريت يقول لي بالله روح شوف لي العملاء هذولا إيش نفسهم فين. يا عيني عليك يا أستاذ فهد، أستاذ فهد كلنتن، فعلا كلنا عندنا مصباح علاء الدين، ولكن مستخبي. إحنا ممكن نطلع، ممكن نجتهد، هذا مصباح علاء الدين،
مصباح علاء الدين جوا في نفسي، في حرصي على تسويق ذاتي، في اهتمامي اني انا ابحث عن ما هو افضل، في قراءاتي في مجال التسويق الذاتي، في حضور لدورات، هذه كلها مصباح علاء الدين. اذا لا نريد مصباح علاء الدين الخرافي الافتراضي، لا، انا ابغى علاء الدين المصباح اللي جواي، اللي يشتعل بداخل، اللي انا اقدر اضيئه ولا اطفيه. انتهينا من الجلسة الثانية، ونقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأل الله تعالى أن يكتبني وإياكم من شفعاء محمد عليه الصلاة والسلام، فكلما ذكرنا كلما كنا على حوضه الكوثر بأمر الله. الجلسة الثالثة، تعالوا نتكلم كده، ماذا تسوق عن نفسك؟ أنا حبدأ أستعجل شوية. نسوق عن أنفسنا ثلاثة أمور: تسويق وقتك اللي هو التطوع، وتسجل ماذا؟ سجل فرص في منصة العمل التطوعي، وسجل فرص وخذ درجات، وخذ بها درجات وفي دراساتك في أعمالك في كله. هذا أول شيء. إذن أسوق عن نفسي فرص وقتي وروح أتطوع. مهاراتك، ماذا تملك من مهارات؟ أنا أملك أن أقدم استشارات، إذن هذا أسوق لنفسي وأجيب فلوس. ماذا تسوق أيضا؟ أسوق أنا أقدر أعمل طبخ، أطبخ وأسوق، ماهر في الطبخ، أنا ماهر في الهندسة، أنا أرسم خرائط، أنا أقدر أعلم، أنا إلى آخره. أي مهارة تمتلكها وتسوق لها فهذا تسويق لذاتك. أيضا تسويق رؤيتك وأخلاقك. الأخلاق هي سبب اللي تستقطب بها الآخرين. كلما وجدوا منك ريحا طيبة كلما أعطوك أيضا ما هو أطيب. الفرق بين المستويات الثلاثة اللي هي الفرص التطوعية والمهارات والأخلاق، إيه هي هذه الثلاثة المستويات؟ في شيء سهل، وفي شيء يحتاج مني جهد، وفي شيء يتحقق بسرعة، وفي شيء يحتاج وقت. ماذا تسوق؟ لو افترضنا أنك أنت بتسوق رؤيتك، إيش يعني رؤيتك؟ يعني طموحاتك ونجاحاتك وإنجازاتك وأخلاقك ومصداقيتك وثقتك بنفسك وسمو أخلاقك وصدقك وإلى آخره. هذه تسوقها كيف؟ هذه بالاستراتيجية. مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة جدا جدا جدا، هي دي البوابة اللي تدخل بها على ما تسوق وعلى تسويق أمور أخرى في ذاتك. هل هي سهلة أو صعبة؟ لا، هي سهلة ولكن تحتاج منك جهد كبير. أنت لما تسوق لنفسك لازم تتعامل تعامل صادق مع الآخرين، لازم تكون تطلع للناس في السوشيال ميديا، في غيرها، في الإعلام، في الاجتماعات، في التجمعات، في كله، وأنت بتسوق لأخلاقك ورؤيتك. كم المدة اللي تحتاجها؟ ترى تحتاج وقت طويل حتى الناس يتأكدوا إنك أنت وفق ما ذكرت من رؤية وأخلاق. طيب النوع الثاني، تسويق مهاراتك. استراتيجيتها مهمة؟ نعم مهم، لكن زي الأخلاق؟ لا، بس هي مهمة. لازم أنت تسوق كل ما أنت تمتلكه من مهارة وقدرات. يحتاج إلى جهد؟ نعم يحتاج إلى جهد. قد إيه الوقت؟ يعني متوسط. أنت لو أنت مثلا عندك مهارة الرسم ودك تعمل معرض أو ودك تعلم تعمل دورات عن الرسم، أنت تمتلك الموهبة دي، لكن لابد أن تكون هذه الموهبة مستندة على مهارة صحيحة حتروح تتدرب نفسك. إذا تعمل جهد، تحتاج كم وقت متوسط؟ يعني شهرين، 3 أشهر، إلى ما دبلوم، إلى ما أنت تصير جيد في هذه المهارة. تسويق وقتي اللي هو التطوع، الفرص، استثمار فرصة فقط، يعني أسجل في المنصة واستثمار، شيء سهل وبسيط وقصير المدى. رحنا تطوعنا في المكان الفلاني، طلبنا سجلونا كدرجات أو القيم اللي بيحطوها في منصة التطوع عشان إحنا نحقق الرؤية اللي هي مليون، رؤية 2030 مليون متطوع. إذن هذه هي الأمور اللي ممكن أنت تسوقها عن ذاتك. ما هي المهارات؟ إحنا تكلمنا أنك ممكن تسوق مهاراتك. طيب إيه هي المهارات اللي أنا أحتاجها عشان أسوق المهارة الأساسية التي أمتلكها؟
عشان أكون قد هذه المهارة. التالي، أول شيء مهارات شخصية اللي هي المهارات الحياتية، أكون عندي مهارة إدارة الوقت، مهارة إدارة الذات، إدارة الأولويات، إدارة الأسرة مثلا، إدارة الأفراد، إدارة فريق العمل. ممكن أكون عندي دورات الثقة بالنفس، عندي دورات القيادة، دورات الشخصية. أنا لابد أني أشتغل على نفسي وأمتلكها. وترى امتلاك المهارات يا أخواتي وأخواني مو بالتدريب فقط، بالاطلاع، بالمشاركة، بالانخراط في الأعمال التطوعية، في التجريب، في امتلاك الخبرات. أيضا من المهارات اللي تحتاجها مهارة الاتصال، عمليات الاتصال والتواصل سواء كانت اللفظية أو الكتابية أو السوشيال ميديا أو إلى آخره، أنت محتاج لها. النوع الثالث التقنية، جدا 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 مهمة إنك أنت تكون متمكن في التقنية على الأقل. إحنا ما قلنا لك تكون بحر، لا، إنما فيما تحتاجه من أعمال. الآن هل ممكن نلاقي أحد ما يعرف استخدام الإيميلات أو ما عنده إيميل؟ ما أعتقد، ومع ذلك فيه. المهارات الأخيرة مهارات التفكير، لابد أن تمتلك مهارات التفكير، التفكير الناقد، التفكير التباعدي، التفكير التقاربي، يعني نفكر بطريقة علمية صحيحة. ليش؟ عشان أقدر أتخذ قرار وأقدر يكون عندي قدرة على حل المشكلات اللي هي أساساً تحتاج إلى عمليات تفكير. شوفوا الصورة دي وادوني تعليق، اكتبوا لي تعليق عن الصورة دي، هذا الشخص إيش عامل في نفسه؟ سرعة يا أخواني، الوقت بيداهمنا. محبط، ما يبغى يشوف ولا يبغى يسمع ولا يبغى شيء، محبط. غيره، هاي أستاذ محمد أحسنت، منغلق على نفسه، كيف هذا حيسوق لذاته لأفكاره؟ تفكير منغلق، إلاف، أحسنتي، حاجب تفكيره عن كل شيء، غير متطور. نعم، إذن هذا هل يستطيع أن يسوق لذاته لنفسه؟ هل هذا مسوق جيد لقدراته ورغباته ومهاراته وإمكانياته؟ خجلان، إذن لا يستطيع. نعم لا يستطيع. كونك صاحب خدمة أو منتج أو محتوى وأردت أن تبيع منتجاتك، ما هي الخطوات التي ستقوم بها؟ أنا أبغى أسوي خلاص، أشبعتينا كلام وقلنا لك حاضر حنهتم بالعملاء وحنعمل اللي تبغوه. طيب كيف أبدأ؟ إيش الخطوات؟ واحد، أنت في بداية الطريق، اعمل على تطوير نفسك، اعرف ماذا تريد، حدد هدفك، حدد هدفك، اكتب هدفك. كيف أعرف أهدافي؟ لازم عشان تعرف ما هي أهدافك وتصيغها صياغة جيدة، لازم تعرف تجاوب على هذه الأسئلة. ماذا أريد؟ أبغى إيه؟ أبغى أسوق أني أنا مدربة. كم مدة تبغي؟ يعني يمكن خلال شهرين. متى تبدأي؟ إيه هو النوع اللي تبي تسوقيه أو الدورات اللي تعمليه؟ معدل كم؟ متى الزمن؟ ما هو المطلوب؟ ما هو حجم المطلوب؟ ومتى يجب الوصول؟ أجيبي عن هذه الأسئلة، تستطيعي أنك تصيغي السؤال، عفوا الأهداف، والأهداف أصبح يقال لها أهداف ذكية. ثالثا تمييز النفس، لازم تبحث عن أنت مميزة عن إيه من المنافسين اللي حوالينك. أنت مدربة وحوالينك مدربين ومدربات، أنت معلمة، أنت خياطة، أنت رسام، أنت إلى آخره، أنت إعلامي. طيب إيش اللي موجود حواليك؟ طيب أنت إيش اللي يميزك؟ ما هي المقيمة المضافة لديك؟ اختيار الوقت المناسب، متى أبدأ أسوق؟ هل أنا مستعد وجاهز أني أنا أنطلق وأعمل خطة التسويقية؟ ولا أنا لسه أحتاج التمكن في المهارات؟ مخالطة الآخرين، لازم تخالط اللي يشبهوك، اللي زيك، اللي يعرفوك. تقدير الشخص لنفسه، أي شخص لا يثق في نفسه لن ينجح. أي إدارة للذات تبدأ بالثقة بالنفس. سابعا إظهار مواطن القوة، أنتوا عارفين تحليل سوات، التحليل الرباعي،
مواطن القوة نقاط الضعف، الفرص التحديات، لازم هذه البيئة الداخلية البيئة الخارجية لازم هذه أشتغل عليها، أعرف أنا هي مواطن القوة اللي أبرزها وهي نقاط الضعف اللي أحاول إني أشتغل عليها. الشخص كالعلامة التجارية لازم يكون لي أنا اسمي براند نيم، قول الصدق الصدق ثم الصدق ثم الصدق، والتحلي بالصبر. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجلستنا الرابعة، ما هو العامل المهم في تحقيق تسويق ذاتك؟ ما هو العامل المهم؟ هناك عامل مهم واحد في نجاح تسويق ذاتك، هو وجود خطة تسويقية. الخطة التسويقية يعني النجاح. كيف أنا أخطط لنفسي، أعمل لنفسي خطة؟ أول شيء لازم أعرف أين أنا، أنا وين؟ في البداية هي نقاط قوتي، ضعفي، فرص، مخاطر، البيئة اللي أنا فيها، البيئة العميل الذي أريد، من هو العميل الذي أريد؟ إيه أحتاج احتياجات تسويقية؟ أحتاج بروشور، أحتاج موشن جرافيك، أحتاج استطلاع رأي، أحتاج حملة تعريفية، أحتاج ماذا؟ إذن أول كلمة أو أول نقطة لازم أتناقش مع نفسي وأقول أنا وين؟ ثم اسأل نفسك كيف تصل؟ كيف أنا أوصل من نقطة A، من نقطة ألف إلى نقطة B إلى نقطة باء؟ كيف أوصل؟ من خلال إيه هي البدائل اللي عندي؟ لا أوصل أنا لازم أحتاج كذا، لا لا لا، الآن ظروفي المادية صعبة، إذن ما هو البديل؟ الخيارات، كيف أبدع؟ كيف أعمل قيمة مضافة؟ وبعدين أين أريد أن أكون بعد ما أنا شخصت واقعي كله، عملت تشخيص لواقعي، عملت مسح لي؟ نعم، وبعدها أحدد هدفي، أين أريد أن أكون؟ أريد أن أكون هناك، وين؟ في أي ركن من أركان الحياة؟ في أي زاوية ودك تكون؟ عليك أن تحتوي الخطة التسويقية على ما يلي: تقييم لوضع الشخص من جميع النواحي. واحد، إذن لا تسمح لأحد أن يقيمك قبل أن تقيم نفسك، أنت قيم نفسك بنفسك، ما أين أنا ومن جميع النواحي، يعني استخدم تحليل سوات هو أصدق شيء. اثنين، الاحتياجات المجتمعية، أي هي المجتمع السعودي الآن إيش محتاج؟ لو جينا الواحد يبغى يبيع منتجات الأدوية في عز كورونا، إيش حيبيع؟ أكثر شيء إيش حيبيع؟ البنادول والزن والفيتامين سي، هذه الكميات اللي حيجيبها الكبيرة، وهي اللي حيسوق ليها. ليه؟ لأن المجتمع محتاج. طيب أنا ما بشتغل اشتغل مع المجتمع بأكمل، أنا اشتغل مع الأسر. طيب إيه هي احتياجات الأسرة الآن في فصل الصيف؟ احتياجات الأسرة الآن إنهم يسافر، ما في سفر، إذن كيف أنا أعمل ترفيه؟ طيب الحياتية بشكل عام التي يمكن أن أقوم بها أنا كمسوق، الآن الأسر قاعدين في البيت وما يبغوا منصة، أفكر أعمل دورات تدريبية، ما حد يبغى المنصة، الناس طفشوا من المنصة، تعال جيبهم في مكان ترفيهي خاصة الأطفال. الفرص التي من الممكن أن يستثمرها في الاحتياجات السابقة، أنت مو حددت احتياجات المجتمع أو الأسر أو الحياة بشكل عام أو فئة معينة، طيب حددتها، طب كيف إيه هي الفرص اللي أنت تمتلكها عشان تلبي احتياجاتهم، عشان تعطيهم ما يريدون، عفوا ما يحتاجون. ثم بعد ذلك حدد الأهداف التي تريد أن تحققها وتصل إليها. خمسة، اعمل على أن يكون لديك مزيجا تسويقيا، يعني مكونات كده زي ما يقولوا طبخة، خلطة، اطبخ خلطة تسويقية عبارة عن مزيج من إيه؟ أساليب منوعة، تكتيكات، شيء بسيط كده جميل تعمله استخدمها هذا الشخص المسوق. إذا أنا قلت بدي أسوق أمر كذا، الناس محتاجينه،
وتأكدت من هذا الاحتياج وعندي الفرص. طيب الفرص دي عندك أساليب؟ نعم عندي أساليب، أنا عندي تقنية الموشن جرافيك، أنا أخويا شاطر فيها، لا أنا صديقي شاطر فيها، لا أنا إحنا عندنا الوالد عنده صديق في المول الفلاني ممكن يدينا مساحة، ممكن إدارة المول تأجر لي مساحة، واستخدم أساليب وأجيب مشاهير بس المشاهير اللي كويسين يعني، وهكذا. تكلفة وقيمة التسويق، كم حيكلفني التسويق وأنا أعمل الخطة الكاملة دي كلها، كم حيكلفني التسويق مال وقت وجهد؟ حيكلفني مبلغ وقدره. طيب هل الموضوع كله يستاهل هذا المبلغ؟ يعني احنا احيانا لما نيجي نصمم مبادرات يقوم يقولوا لنا الميزانية 500 ألف. ليه 500 ألف؟ وبس يعني زي ما يقولوا رنان، يعني مبلغ رنان. المبلغ ما الموضوع ما يحتاج ده كله. إذا كان أنا لوحدي وقال لي اللي بيساعدني في رسم الخطة والميزانية قال لي 500 ألف، أقول يا أخي هذا الموضوع ما يحتاج هذا كله ولا الجهد ده، أو قال لي كل الموضوع أنت حتكسب فيه 10 آلاف، 10 آلاف وأنا لي شهرين 3 أشهر وأنا بشتغل، إذا في خلل. إذا هذا التسويق والتكلفة وكل الخطوات والمراحل اللي أنا عملتها، هل هذا التكلفة تستحق؟ خمسة وسبعة وأخيرا، ما هي طرق وآليات التقييم؟ ما في موضوع إذا بدأت خاصة الخطط وما قيمت تأكد إنك أنت حتمشي في طريق خطأ وما راجعت نفسك واستمريت في الخطأ وبدأت الخسائر. إذا لابد أن يكون هناك تقييم مرحلي في كل خطوة وإجراء وعملية أنت بتمارسها. طرق وآليات يعني أحدد آليات التقييم، هل أنت بتقيم نفسك؟ عندك مستشار بيجي راجع نفسك؟ هل أنت عامل خطة تشغيلية مدعومة بمؤشرات الأداء، أو عامل بطاقة أداء متوازن فيها مؤشرات واضحة للأداء وكل مرة أجي أراجع؟ هل التسويق الذاتي، سؤال، هل التسويق الذاتي لنفسك مصدر ربحية أم مصدر تكاليف أم كلاهما معا؟ ولما نقول تكاليف ما أقصد فيه التكاليف المالية، حتى التكاليف المعنوية الوقتية الجهد الفلوس كله. هل التسويق الذاتي مصدر ربحية أم مصدر تكاليف أم كلاهما؟ مكلف في البداية أستاذ أعمال، نعم يعني تكاليف، كلاهما شيخة بتقول، أستاذة شيخة بتقول كلاهما مصدر ربحية. أستاذ محمد، أستاذ محمد كلاهما ربحية إذا استثمر على الوجه الصحيح. فاطمة، إذا قدر يبني سمعة جيدة يمكن يصير مصدر ربح ممتاز. طيب التسويق يا إخواني يا أخواتي مكلف أولا بمردود ربحي، التكليف مصدر ربحية، أنا ليه بسوق نفسي؟ أنا بربح، والربحية مو يعني فقط مال، الربحية اسم، سمعة، مكانة معنوية، والتكاليف ممكن وقت وجهد، إذا هي كلاهما معا، قد يطغى مصدر عن مصدر ولكن تأكد المصدر الثاني، يعني ممكن أربح ولكن بتكلف كثير، الربح مو قد التكلفة، لكن ممكن يكون تكاليف أيضا بيكلفني وقت وجهد زي ما قلنا. نعم السمعة مهمة والتعارف ربح، أحسنت أستاذ فهد. في تسويق الشخص لنفسه يكون هو المنتج لأفكاره، والمنتج في آن واحد، هو المنتج، يطلع مني أنا الصاحب، أنا اللي أنا صنعت هذا كله فعلا، والمنتج الأفكار فكرتي في آن واحد. في التسويق هناك ما يعرف به المزيج التسويقي، يعني زي ما قلت لكم الخلطة. من إيش تتكون المزيج التسويقي؟ من قيمة مضافة، من منافع وخدمات، ومن جوهر الشخص. هذا المزيج التسويقي في
تسويق الذات. انت ابحث في نفسك، الله اكبر، صدق الحق، ابحث في نفسك ما هي القيمه المضافه. انت ماذا تملك من قيمه مضافه؟ زي انت عندك مال ومعروف بالمال، او مركز معنوي يعني منصب، او حتى مركز عقار. هل دولتك تمثل لك قيمة؟ يعني زي المملكة العربية السعودية قيمة، داعم، اقتصاد عالي، اقتصاد قوي. ولغتك، هل أنت تمتلك عدة لغات؟ غيرك ما عنده إلا اللغة العربية، هل أنت عندك لغات أخرى؟ تخصصك العلمي هل بيساعدك؟ هل يعتبر قيمة مضافة عندك؟ تخصصك العملي، هل أنت عندك خبرات في السوق؟ إذا دي كلها قيمة مضافة لك، استثمرها. شوف انت ايش عندك القيمة المضافة لديك، ما هي موجودة عند غيرك. ايضا المنافع والخدمات، ايش تقدر انت تنفع الناس؟ غيرك ينفعهم بس مو زيك انت اكثر. خدمتك للناس، ايش مدى الخدمات؟ اذا المنافع والخدمات اللي انت تقدمها للناس، هذه ايضا مزيجك انت، انت اللي بتستخدمه. رقم جوهر الشخص، جوهرك انت، ايه عندك من عناصر قوة وايه عندك من عناصر ضعف اللي انت القوة حتبرزها وحتعلنها وحيشوفوها الناس معاك بالمساء، وايش هي عناصر الضعف؟ الحملة التسويقية تشبه الملاكمة، قد تخسر عددا من الجولات. ما في ملاكم، ما في اثنين يدخلوا في حلبة الملاكمة ويفوزوا من الجولة الأولى، لابد أن تكون هناك عددا من الجولات، ما تارة يخسر هذا وتارة أخرى يخسر هذا، لكن ذلك لا يعني أنه الاثنين بيخسروا المباراة، لا يعني أنك ستخسر المباراة. المهم لا تدع اليأس يتسلل إلى نفسك. إذا ما تفوق عليك المنافس اللي معاك في الحلبة الملاكمة الآخر في إحدى الجولات، أنت حتكسب في جولات أخرى، ولكن يعتمد هذا على أريحيتك وروحك الرياضية اللي خلتك تقبل الخسارة وفي انتظار المكسب. ما هو التسويق الأفقي والتسويق الرأسي؟ في عالم التسويق هناك ما يسمى التسويق الرأسي وهناك ما يسمى التسويق الأفقي. أنت اختار ما يناسب المنتج اللي عندك أو الخدمات اللي أنت ودك تسويها. التسويق الرأسي يقصد به تركيز جهودك التسويقية، خططك التسويقية، أساليبك اللي هم العملاء اللي بتختارهم على فئات منتقى من العملاء، يعني أنت تختارهم اختيار حيث تتوسع المنشأة في التسويق لنفس العملاء. ممكن أنت تستخدم عملائك الأساسيين، ما تجيب تانيين، بنفس القاعدة، الرأسي للارتفاع، شيء مرتفع، كما لو كنت تبني فوق الأساس وتعلي أسواق رأسياً. هذا العملاء، إذا حجيب عملاء تانيين بس منتقين. مثلاً شركة تسويقية للأدوية، حتروح لمين؟ حتروح للمستشفيات، للعيادات، صح ولا لا؟ مش حتروح للجميع. إذن هي تنتقي من المستشفيات القوية. اليوم المرة الأولى سوقت في سليمان فقيه، بعدها سوقت في مستشفى مثلا الألماني ورفعت، وهكذا ترفع في كل مرة تسويق جديد، فبذلك كأنها بترفع عمارة. تسويق رأسي. أما التسويق الأفقي فهو بتسويق الخدمات والمنتجات لأكبر عدد من العملاء المنتشرين حوالين المنشأة، يعني شكل عام حوالين المنشأة دون تركيز على أي فئة منهم. اللي يحدد لك طبيعة السلع أو المنتجات أو الأفكار أو ما شابه ذلك التي تسوقها. أنا مثلا مدرب، هسوق فين؟ على حسب تخصصي. أنا أدرب مثلا في القيادة، أدرب في تدريب المدربين،
ادرب في كذا، ادرب في كذا، اذا هروح ابحث عن الفئه دي، ما حسوق في اي مكان، ما حروح استقطب الامهات، لكن لو في برنامج عندي. نعم صح استاذ امل، يعني لو انا عندي برنامج يختص بالام هروح اسوق فين؟ المدارس، المعلمات كلهم امهات، للجميع حستخدم التسويق الافقي. لما نستخدم التسويق الرأسي لفئة منطقة معينة، الفرق عشان أنت تحدد أيهما أفضل لك وتفكر بجدية وبتمعن. الهدف في التسويق الأفقي تسويق نفس الخدمة لأكبر عدد من العملاء، وممكن تحوز وممكن تاخد أكبر عدد. وشوفوا كان هذا كمان في السابق يستخدم التسويق الأفقي. الرأسي تسويق خدمات متنوعة لنفس العملاء، كأنك بتحافظ على عملائك ولكن تبنيهم نفس الشيء، لأن المصلحة واحدة، الهدف واحد. الوسائل في الأفق، لأن القاعدة كبيرة تحتاج اتصال جماهيري، تلفزيون، صحف، لقاءات، اجتماعات في المولات. ليه؟ لأن الشريحة عندك كبيرة. أما التسويق الرأسي اللي بتكون منطقة، المجموعة منطقة، فبيكون ممكن بالهاتف، ممكن بالبريد، ممكن بالإعلانات في نفس السوق، في نفس السوق المستهدف. نسبة النجاح في الأفقي من 1 إلى 5%، نسبة النجاح في الرأسي من 20 إلى 30%. التركيز في الأفقي يركز على الخدمة، إنه هو بده يخدمهم، في الرأسي انتقل عميل واهتم فيه. الرسالة التسويقية في الأفقي إيش بيقول؟ لماذا يجب أن تشتروا منا؟ إليكم الأسباب. يبرر ليه؟ لأنه الكل مجموعة كبيرة لازم يقنعهم. أما الرأسي بيقول اشتروا منا، تعالوا، خلاص حددهم. الاستمرار في التسويق الأفقي قصير الأجل بدون ولاء، العملاء متغيرين. أما في الرأسي طويل الأجل بسبب ولاء العملاء، وممكن يحافظ على مستشفى فقيها ويدعمهم بكل شيء، بالأجهزة، بالأدوية، بالأطباء، بالاستشارات، بكله. ليه؟ لأنه صار للمستشفى الفقيه ولا لديه. يقول خبير أمريكي مخضرم في التسويق إن وجودك أيها المسوق لنفسك وذاتك كمتخصص في هذا الأمر بمجال معين على المواقع الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر وغيرهما هو بحد ذاته تسويق غير مباشر لك. ليش؟ لأنه هناك الأستاذ عبيد، دكتور عبيد قال زمان كنا 20، العميل الغاضب 20، دحين السوشيال ميديا كل العالم. طيب لو كان العميل راضي الكل حيرضى عنك ولإنجازاتك، لأن الناس لن تكف عن الحديث طواعية عنك مع الآخرين. والآن آخر جلسة، كيف تكون مسوقا مميزا لنفسك؟ 10 خطوات مهمة لتسوق لنفسك. خلي بالك معايا وخلي بالك معايا، 10 خطوات. إيه هي هذه الخطوات؟ 1، حدد مهمتك. أنت إيه؟ قلنا هناك من أنت وماذا تريد أن تصل إليه وكيف تصل. حدد مهمتك، ماذا تستطيع أن تقدم، وابدأ بمعرفة نفسك. وقلنا من أنت، من أنا، ومن أكون. ما هي مواهبك وأنت تتكلم على نفسك وتعرف بنفسك؟ ما هي شخصيتك؟ ما هي لديك قيم ومبادئ؟ ما هي الخطوط الحمراء التي لا يمكن تخطيها؟ ما هو الدور الذي تستطيع أن تقوم به؟ إيش حتسوي؟ هل أنت مختص في شيء معين تستطيع عمله لوحدك ولا تحتاج فريق عمل معك؟ أنا مدرب ناجح لكن ما أعرف الانفوجرافيك، ما أعرف أساساً للتقنية مثلاً، إذا أنا أجيب فريق عمل معي. في الآخر سؤال المهم اللي تطرح على نفسك كبداية، ماذا لدي لأفيد به الآخرين؟ ماذا لديك لتفيد به غيرك؟ 2، ضع أهدافك من التسويق أمام عينيك، راجعيها دائما. 3، صمم مقياس، احنا قلنا تقييم، شوف المقياس المناسب اللي انت تقيسي به أدائك،
انت وصلت الى فين، كي تراقب بي ماذا انجزت من اعمال وما هو المتبقي. ثلاثه، حلل تحليل الوضع سوات، البعض بيسميه التحليل الرباعي، للوقوف على مدى مركز قوتك. ايش انت قوتك اللي لازم الكل يعرفها وضعفك، وما هي قدرتك التنافسيه، ايش القيمه المضافه اللي انت بتتميز به، وما هي الفرص والتهديدات. حدد سوقك المستهدفه، انت وين سوقك، معلمات، طلاب، مستشفيات، ايه الفئه اللي انت لازم تخدميها، ومن يهتم بوجودك، ومن يبحث عنك لتفيده، ومن يبحث عن قدراتك المهنيه. سته، طور من استراتيجيتك التسويقيه. احنا تكلمنا عن التسويق، استراتيجيات مختلفه، استراتيجيات قريبه، استراتيجيات اعلاميه، استراتيجيات لفظيه. انا ممكن انا انزل، ممكن انا اعمل لقاء في التلفزيون واستقطب لي، وانضم الى انشطه متعدده تقربك من اماكن السوق المستهدف لعملك، وتبادل معهم الرؤى والافكار، واتخذ يعني دائما الانسان يا اخواني اخواتي يبحث عن من يشبهه. الطبيب لقى اصدقاء اطباء، المعلم اصدقاء معلمين، الاعلامي اصدقاء اعلاميين، السنابيين يحبوا السنابيين، وهكذا. في اي منظمه مهنيه، وقم بحضور مؤتمرات وفعاليات التوظيف، هذه احد الاستراتيجيات، حضور المؤتمرات والفعاليات. القراءات الموجهه ايضا من الاستراتيجيات التسويقيه. سبعه، حدد طرق التنفيذ، اين وين حكون اول خطوه، او هعمل ايش اول خطوه، ومتى ستبدا، ما هي مواردك، ما هي اسلحتك اللي انت نازل بيها، ما هي العقبات، حتى العقبات لازم انت تكون متمكن من كل شيء، يعني الموضوع عندك قدامك مفتوح بالكامل. ثمانيه، اكتشف وادرس اهميه وقوه التشبيك في وبناء شبكات مهنيه، ابحث عن الاخرين التي تكون معهم شبكات مهنيه، وضع في من شانها وضعك في صداره المنافس اللي انت تقدر تنافس معهم. عليك انشاء علامه تجاريه جيده، شخصيه خاصه بك، يعني يكون لك اسم، لك لوجو، لك شعار، شعار لفظي، شعار رمزي، شعار عبارة، عندك كروت، عندك سيرة ذاتية. اكتشف كيفية التقديم والتعامل مع العلامة التجارية الشخصية الخاصة بك. على يعني أنا مثلا نجات، أنا مسمية نفسي نيو 222، واللي يبغى يعرف ليش أنا مسمية نفسي نيو 222 يكلمني، لأنه اسم خاص. على لينكدين وتويتر والفيسبوك وجوجل بلس، وتخصصات بعدين اقول، وتخصصات بيت.com، والمدونات سلايد شير، ويوتيوب وانستغرام وتليجرام، و و الى اخره. اذا اعمل لنفسك علامه تجاريه، تمام، واشتغل عليها، اوجد نفسك. انا ما حنزل السوق الان، انا حنزل السوق بعد 6 شهور، لكن ابدا في السوشيال ميديا، حط اسمك، حط عباراتك، حط اللوجو تبعك، تكلم، خلي الناس يعرفوك، اللي يقرأ لك مش حينساك. آخر شيء وأخيرا، تحكم في كيفية نظر الناس لك وفهمهم لك. انت خلي نفسك كتاب مفتوح، يعني اللي بداخلك يظهر، حبك للآخرين يظهر، اهتمامك بعملائك يظهر، وقم ببناء سمعة تستحق الملاحظة والتقدير. إذا زي ما بيقولوا، أو كانوا الأولين بيقولوا، الإنسان إيه؟ سمعة. ما نملك عندنا غير سمعتنا، وهذا كان يقولوا، وما زال هذا الأمر. قم ببناء سمعة تستحق الملاحظة، يعني الانتباه والتقدير. في الآخر، حدد عملائك من ضمن الأمور والاستراتيجيات، عشان تكون استراتيجياتك صحيحة وواضحة، من هم عملائك. حدد عفوا
عملاء، ركزي جهودك، يعني خلي جهودك ليست عشوائية، خلي جهودك مركزة مقننة مش عشوائية. مو أنا مبعثرة مرة أمسك الخطوة دي ومرة أمسك الخطوة دي ومرة أنا تايهة. لا، ركزي نفسك وتسيدي مجالك، خليك أنت في الصدارة، خليك أنت الأسد في المجال اللي أنت بتشتغل فيه في تسويق ذاتك. يمكننا ماذا؟ يمكننا جدا الانفراد بنقطة تميز واحدة على الأقل. كلما فكرنا في التميز، كلما فكرنا في أن نوجد قيمة مضافة لنا، كلما كنا متميزين وكلما ظهرنا ووصلنا إلى القمة. نحن نحب جمهورنا، we love our customers، لأن هم اللي حينجحوا معانا وننجح بهم ونصل بهم إلى القمة. إذن السر يا إخوتي يا أخواتي في التسويق الذاتي، في أي نوع من أنواع التسويق، العملاء. تخيل وإنت بتسوق لنفسك، تخيل عملائك ماذا سيقولون عنك لو أنت كنت في مكانهم. الحمد لله انتهينا، ونقول لكم always remember to smile. التسويق يبغاله ابتسامة، هذه أهم نقطة، التسويق يحتاج إلى ابتسامة. وأخيرا، هذه هي نجاة عقاب للتواصل معها، يونيو 222، هذا حسابي في تويتر، وإذا تكرمتم علي في تغريدة مثبتة في البداية قولوا لي رأيكم عن البرنامج، لأن أنا فعلا أرغب في التحسين والتطوير. إيميلي naji2007@gmail.com، الفيسبوك نجاة عقاب، وهذا رقم الشخصي 0505-611-712، وعليه الواتس والتليجرام، عفوا الانستغرام نجاة بنت عقاب، والتليجرام الجديدة دكتورة نجاة عقاب. وحبذا لو حبيتوا اللي يحب أن أرسل له رابط التليجرام في كل شيء مفيد عن القيادة، عن تطوير الذات، عن التسويق، عن منوع بصراحة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأقول إن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي والشيطان. شكرا لكم أن أتحت لي هذه الفرصة للتعرف عليكم، وجزاكم الله خيرا. وتبقى لنا 4 دقائق للإفادة عن أي سؤال أو أي استفسار، أنا تحت أمركم. شكرا لك أستاذ يوسف، شكرا لكل آرائكم. الحصول على المادة العلمية أعتقد بيزودوكم بالتسجيل، لكن في مادة إذا بس كيف توصلكم. شكرا لك رؤى، شكرا لك، شكرا أستاذ مريم. شكرا دكتورة، الله يديك العافية. صراحة أنا من الناس اللي استمتعت بالمحاضرة، شيء جدا جميلة وسهلة، والمعلومات صراحة جدا كانت مبسطة ويعني ممتعة من جد. يعني أنا تشرفت بيكي وباسمي وباسم مركز التنمية المجتمعية بغرفة جدة، نشكرك على هذه الورشة الرائعة. وبالنسبة أزيد أكد إن شاء الله الورشة حتنزل على اليوتيوب، هي مسجلة وحتنزل إن شاء الله مرة تانية على اليوتيوب بأمر الله. وإذا في أي استفسار يحب يتواصل معايا بنفس الإيميل اللي هو موجود في الإعلان. شكرا لك أستاذة دانيا لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا لكم تواصلوا معنا لتجدوا رقم إن شاء الله، خاصة في التليجرام، رابط التليجرام. ما أدري أنا، تواصلوا معايا على الخاص، لأن ما أعرف أنا الآن ما أعرف كيف، يعني لازم أرسل لكم الرابط. هذه هي وسائل التواصل. المادة العلمية إذا أذنت الأستاذة، في يعني في دليل متدرب يسموه، وما أعرف ما دام هي موجودة في اليوتيوب تقدروا تستفيدوا.
لازم رابط رابط، او ممكن تكتب الدكتور الجديده زي كده، الجديده نجاة عقاب، او اتهيألي لازم في رابط، ارسل لك الرابط عشان تدخل. هذا رقمي، ممكن تواصل معي، قول لي ارسل لي الرابط، انا ارسل لك الرابط ان شاء الله. شكرا لكم.